السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عمي مختار، عندي سامبول 1-2 كي نوضها صباح مختار ندير لي الصوت هذا. تورمينيت يتحرك، غير تسخن شوية. ها واش دير، الموتور يذبري، وترمينيت هك كي نمبري نمبري افا يروح الصوت هذاك، يبقى غير الموتور يذبل. فوالا ولي شابمون هاك عاود نهز رجع المبرياج يرجع الصوت. حبيت نوضح لك برك فيما يخص السيارة. سيارة سامبول 1-2 16 فال بريمير ما من لا ميزون عندي مباشرة، ماشي 127,000، كانت تمشي لاباس عليها، ما يخصها والو. لونتروتيان في وقته، كلش مليح فيها. عندها واحد الشهر سوطت لي لابوبين، تحرقت. بدلت لابوبين، كي بدلت لابوبين بدلت اون باراليل، بدلت معاها لي فيسو وبدلت لي بوجي، رجعت تمشي عادي. بعد ديتها الميكانسيان في الفيدونج، دالي لونتروتيان، درت الفيدونج ودرت، قال لي ندير لك لونتروتيان، حل الكاش كليبيتور، وقال لي نسير لك لي دوا كليبيتور، وخسر لي اسمه، وخسر لي البابيون. كي عاود ريقل لي دوا كليبيتور، قفل، دار السيليكون هذاك وقفل. من ثم بدا لي المشكل تاع الفيبراسيون هذا. عاودت ديت ميكانيسيا اخر، قال لي اني راه ريقل لك، نعاود ريقل لك لي دوا كليبيتور، عاود ريقلهم، بقى لي نفس المشكل. ما فهمتش درك اسك المشكل كي حل
الموتور ماهوش محلول، كيحل الكاش كريبيتور وعاود ريجل لي دوا الموتور ما مش مفتوح، كي لاصه ما تمسدش ما تفتح، ما تفتحش خلاص الموتور، تسمى جيست الكاش برك وين لي دوا كريبيتور. نتمنى تكون فهمتيني يا عم المختار وتعطيني الحل، واش ندير باش نتخلص من المشكل هذا تاع الفيبراسيون. مبارك الله فيك. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تو بعد ما فهمت الموضوع وسمعت شنو المشكل اللي عنده، في الاول انا ما فهمتوش مليح، تو انا فهمته. المشكله اللي عنده كون الاهتزاز هذا صار له بعد العمليه اللي عملها هذه نتاع البوبينه اللي خضت الخيوط، ويعني وهو ربطها بالتعديل التكهات او الجلاس باب. قد يكون العمليه مش مربوطه بالجلاس باب، يعني المشكله يمكن قد تكون موجوده من الاول، انما تحيرت وقت الجلاس باب. شنو لازمنا نعمله تو؟ اولا يلزمك تغير اربع شمعات درجين من الدار، تمشي تهز الكاتيجوريز او اوراق السياره او نمر الشاسي رقم الهيكل، وتمشي للدار تاخذ اربع شمعات درجين اصلي، لان الشمعات يعملوا المشكله هذه. طبعا بعد ما تفحص الكور بابيون ان هي بعد ما نحاها ورجعها فمش تسرب هواء فيها او كسرش كولكتور، يعني تكسرش كولكتور، لان الخضه هذه يعملها كهرباء وتعملها الهواء كان يدخل من اماكن معينه للكولكتور. طبعا ما هو نحى كولكتور باش نعمل الجلاس باب، قد يكون الكولكتور في مكان معين تكسر او الجوان يتنفس. انا من رايي كما قلت لك، اول ما تبدا باربع شمعات جدد اصليه من الدار، ترجع خيوط الشمعات نتاعك انت الاولين اللي انت غيرتهم، شوف رجع بالواحد بالواحد، ممكن احتمال يكون واحد منهم يكون، والا في الاخر لازم تكون تاخذ كور يعني كولكتور هذا كامل بالكور بابيون تاعو وتجرب به سيارة اخرى، لان يعني هو تو عندك تسرب هواء. وزيد سكر التيوب هذا نتاع اللي يمشي للسيرفو، سكره حتى بحاجه نحيه وشوف العمليه تتحسن ولا لا، لان عندك تسرب هواء يخلي الرجه هذه موجوده، هي الفراش الكور بابيون وهو تسرب الهواء من كولكتير، وهم خيوط البوبينه زاد يعملوها والبوبينه تعملها زاد. اذا كان فما امكانيه باش تلقى كولكتير كامل بالبوبينه بالخيوط معاه كل شيء وتجرب به يكون افضل، لان العمليه مربوطه عندك بحاجه معينه في هذه الاماكن اللي هي تنفيس هواء. ينجم يكون ديريت ماشي السيرفو، يعني لازمك تعود تثبت في الاماكن اللي انت استعملتهم. هو الاكثريه طبعا في الكولكتر نتاع الادميسيون هو المشكل، يعني فما تسرب هواء ما عادش عملها، وكان يعمل ديغنوستيك عند واحد مختص ممكن تو يعرف ان فما تسرب هواء، لكن ما يعرفش منين. شوف كولكتر كامل جرب به وخبرنا اذا كان فما حاجه جديده، لان المشكله هذه عندك هي تكونت لك بعد الجلاس باب، وفي الجلاس باب هو ينحي الكور بابيون هذي، ينحي الكولكتر هذا ينحيه باش يدخل الجلاس باب. الكور بابيون هذا صار له تسرب تاع هواء. شوف العمليه منين ان شاء الله وخبرنا وعملنا فيديو اذا كان فما جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.